رضا العيود أستاذ باحث فاعل جمعوي. فكرة القرية هي نابعة من أولا طقس أو احتفال بوجلود يعتمد على الذبيحة ويعتمد على الجلد، فقلنا لمدنا نحاول أن نضع فضاء نؤتته بواحد المجموعة ديال الأشياء هي كلها من صميم الجلد. إذا كان بوجلود كما لاحظتم كاين كيلبسوه الدراري والشباب، وهو الاساس، هو الاساس ديال الاحتفال ديال الكرنفال. هنا ما كنتكلموش على الكرنفال بمفهومه الدولي، ولكن على بيلمون، على بوجلود كما نعيشه داخل هذه المناطق من المغرب والتي حافظت عليه الى الان. ثم كاين فكره ماذا نستخرج من هذا الجلود، اش كنخرجوا منها؟ اذا كاين عندنا الالات الموسيقيه من طبل كانكا، ثم الالات بحال البندير الطمطم، وهذه كلها مرتبطة أساسا بالمجموعات الغنائية. كيتضاف لها الآلات الوترية، لوطار، الرباب، السنتير، الهجهوج، وحتى تيدينيت اللي كنلقاو عند لي ماريان. دونك لي زانسترومون دو ميزيك كلها جايه من الجلد، وهذا الجلد معظمه ديال الماعز، يفضل استعمال جلد الماعز. حتى في السنتير مثلا آلة الهجهوج المعروفة، راه حتى الوترات ماشي وترات، هما ديال 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 المصار المعزي، هي الأصل فيها. بمعنى لاحظتوا بأن واحد العدد ديال الأشياء كنزيدوا كنستخرجوا منها الهيدورة اللي كنصليو عليها، الهيدر وشتو نماذج منها، كنستخرجوا منها آلات أشياء أخرى مرتبطة بذاك، قرى باجبير السيكان، هذه الأشياء كلها. والسوس هنايا عندنا البلغة السوسية المعروفة اللي فيها داك اللونين الاصفر ديال الرجال والاحمر ديال النساء. هاد الاشياء كلها بالاضافه زدنا يعني بائع الماء هذاك لو بورتور دو القراب اللي كنعرفوه، حتى هو راه كيكون غالبا القربه ديال الجلد ديال المعز. ولاحظتوا اذا كل شيء الفكره تدور حول استعمالات الجلد مرتبطه بالذبيحه. هذا هو الكونسيبت، هذا هو فكره قريه مهرجان بالمون. وبطبيعه الحال كاين اسرير هو الفضاء العام اللي كيلعبوا فيه الروايس ويسمكان وقناوة، خلقناه كذلك باش كيجوا الناس كيتسوق في السوق. هذا السوق كله حتى القياطن ديالو مديورين بالنموذج التقليدي اللي كان في الاسواق، كاننا في سوق في القريه المغربيه. وكيجي الاسرير وكيتفرج مثلا في الحلقه، غيكون بحال الشكل ديال الحلاقي، وكي يعني فضاء خص يكون اسري. ولاحظتوا بان معظم الاسر كتجي، الاباء، الامهات، ابناء المخيمات، وتخلق فضاء بدل يعني بدل الاقتصار فيه غير على الكرنفال ديك ساعتين اللي فاش غيدوز، تخلقات تقريبا يومين او ثلاثه ايام اللي فيها كذلك ندوه علميه حول الكرنفالات العالم، غتكون في العشيه. ثم لو غرون كارنفال هذاك اللي غيكون نهار السبت، اللي غتكون في هذيك المسيره ديال مشاركه اكثر من 1200 مشارك باشكال اللي دايرينها. الفكره ديال باش نختم بالماون هي احتفالات نابعه من ما يعرف بالبيئه الزراعيه. لكم الشعيبي ياس من مدينه تيت ملول. هنايا قمنا بواحد المجهود كبير باش يكون نجاح هذا المظاهره اللي هي دايرين ديال لي كارنفال الدولي اللي بيقوم ان شاء الله في اكادير، اللي عبنا من ماكدونار. وقمنا واحد المجهود بالانواع ديال الجلد اللي هو صبغتنا وقادينا، فيه جلد الغنمي وفيه جلد ديال المزي، باش نقادو بعض الاقنعه اللي هما يتشاركوا بها ان شاء الله المشاركين في هذا الموسم 2023. وكاين الصناعه اللي دايرين واحد مجموعه من الدراري 22 دري اللي تيتعلموا الاقنعه باش مره اخرى ان شاء الله باش يقادوا شي حاجه ما احسن عاوتاني. يعني كل يعني فيها صناعه الاقنعه ديال بوجلود، خاصه بالاقنعه اللي هما ديال بوجلود بالماء. دابا حاليا الله قادينا 20 اقنعه، وان شاء الله من هنا العشيه ان شاء الله غادي نكملوا 40 اقنعه هي اللي ان شاء الله غتكون من هنا العشيه ان شاء الله باش يتشاركوا بها المشاركين. الديفيلي ان شاء الله غيكون نهار السبت. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم، معكم مقدم علال، عضو مع اللجنه المنظمه ديال بوجلود كرنفال الدولي الكبير في مدينه اكادير. دابا كنتواجدوا في بلوزيدون. البارح اللي درنا الافتتاح مع تبارك الله على الناس ديال المجلس البلدي، فاش فكروا في الاحياء
ديال اكادير وسوس كلشي في هذا اكادير الكبير. حنا كمشاركه ديالنا بحيح بوتشكاد وكاين معاهم حتى انا في اللجنه اللي غنكون معاهم ان شاء الله. هذه القريه هذه كاين فيها كيتقادوا فيها اللباس ديال لي ماسك ديال الكرنفال، ماسك ديال الجلود، لي ديغيزمو، شحال من حاجه. هنا كاينين الصور ديال الناس اللي باقي عايشين اللي ماتوا، باقي تشوفوا واحد الدوره تشوفوها اللي شاركوا في سوس كلشي اللي شاركوا. هذه مبادره زوينه حنا بغينا. علاش كنا كنتلاقاو فيها بزاف ديال المصاعب، بزاف ديال هنا لا دا واحد نضر على بوجلود، هذا ما بغيناش هذا الشيء يكون. حنا بوجلود ان شاء الله هاد الناس المجلس البلدي بغينا بوجلود يدخل اليونسكو، تعترف به اليونسكو، عطي اليونسكو شكون هو بحال التراث، لا ما ديكوش يدخليه، بغينا بوجلود تاول يدخل اليونسكو.